السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الحصة الثانية من الدرس الثاني في مادة الرياضيات للسنة الخامسة. عنوان الدرس: الزوايا، مفهوم الدرجة، استعمال المنقلة في الإنشاءات. إذن الحصة الثانية، أتمرن. أولا، أقيس الزوايا بواسطة المنقلة وأكتب القياس. الزاوية الأولى MNL، هذه الزاوية أين رأسها؟ رأسها هو N. نقوم بقياسها. ما كيف نقوم بقياسها؟ نقوم برسم نصفي المستقيمين المتقاطعين في النقطة N هكذا. بعد ذلك نضع المنقلة، مركز المنقلة نضعه في النقطة N، ونضع أحد نصفي المستقيمين على تدريجة صفر، ونقرأ أسفل المستقيم الآخر في أي تدريج جاء، فنجد 113 درجة. إذن نكتب الزاوية MNL قياسها 113 درجة. نفس العملية نقوم بها بالنسبة للزاوية AOB. الزاوية AOB هي الزاوية التي رأسها هو نقطة O، و لديها نصفي المستقيمين OA وOB. إذن نقوم برسم هذين نصفي المستقيمين. بعد ذلك نضع المنقلة أين نضع مركز المنقلة؟ نضعها على النقطة O، ونضع التدريجة صفر على أحد نصفي المستقيمين، ونقرأ التدريجة الأخرى، فنجد 88 درجة. إذن نكتب 88 درجة. نقوم بالعملية نفسها هنا. الزاوية OFG التي رأسها F، نرسم نصفي المستقيمين، ثم نضع المنقلة مركزها على رأس الزاوية، ونقرأ التدريجات، فنجد 55 درجة. نكتب 55 درجة. التمرين الثاني، أرسم على ورقة مستقلة الزوايا التي قياسها هو الآتي: 170 درجة. إذن نقوم برسم نصف المستقيم الأول الذي رأسه ومركز المنقلة، ويمر من تدريج صفر، ونرسم نصف المستقيم الثاني الذي يمر بالتدريج 170 درجة. فهذه الزاوية تمثل 170 درجة. الزاوية الثانية 70 درجة. نقوم بنفس العملية، نرسم نصف المستقيم الأول الذي مركز يمر من مركز المنقلة، ثم نقيس التدريج 70 درجة، ونرسم ماذا؟ نرسم نصف المستقيم الثاني، وهذه الزاوية تمثل 70 درجة. كذلك بالنسبة للزاوية 55 درجة، نرسم نصف مستقيم الأول يمر من الصفر، ونصف الثاني يمر من الدرجة 55. هذه هي الزاوية التي قياسها 55 درجة. ثم نفس العملية نقوم بها بالنسبة للزاوية 90 درجة، كذلك بالنسبة ل 168 درجة و 132 درجة.
ثالثا ألف، أتحقق بواسطة الأنسخ من أن الزاويتين FGL و MEN متقايستان. إذن لدينا الزاوية FGL، نأخذ هذا قياسها ونضعه على الزاوية MEN، فنجد بأنهما ليستا متقايستان. إذا وضعناها هكذا سنجد أنهما مختلفتان. أقيس بواسطة المنقلة الزاويتين AOB و HOK. إذن AOB نقيسها كيف نقوم؟ نقوم بنفس العملية، نضع المركز في النقطة O، نضع أحد المستقيمات على الصفر ونحسب كم تدريجة، نجد 41 درجة. نقوم بنفس العملية بالنسبة للزاوية HOK، فنجد كم من درجة؟ نجد 41 درجة. ماذا نستنتج؟ نستنتج بأنه FGL و NEM ليس قائما و إنهما مختلفان. نستنتج أن الزاوية AOB و HOK زاويتان متقايستان لديهما نفس الدرجة، نفس القياس 41 درجة 41 درجة. Quatrièmement, je mesure les angles de chacun des deux polygones, puis je complète les tableaux. Angle et mesure. Pour le triangle EFG, l'angle GFE est égal à combien? Est égal à 54 degrés. L'angle le deuxième angle, l'angle GFE est égal à 54 degrés. L'angle FEG, quant à lui, est égal à 85 degrés. Et l'angle EGF est égal à 41 degrés. Le total alors est égal à combien? 54 plus 85 plus 41 est égal à 180 degrés. Maintenant, on va passer à l'autre forme. A, B, C, D. Polygone. Oui, on va dire là, l'angle CBA 72. Est égal à 72 degrés. L'angle DCB est égal à 90 degrés. L'angle BAD est égal à 88 degrés. Et l'angle ADC est égal à combien? 110 degrés. Le total est égal à quoi? 72 plus 90 plus 88 plus 110 degrés, qui est égal à 360 degrés. ميرسي، شكرا لكم إخواني أصدقائي على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعبد النور.